هذه الليلة وغيرها من الليالي، كل ليلة جمعة تحفكم فيها رحمات وبركات وتحيط بكم كثير من الخيرات. والليلة وقد اكتمل بدرها في أفق السماء، إنما نذكرها ونذكر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فاق بجماله جمال بدر السماء نورا وتألقا. في ليلة بدرية وضياؤها من فك يلبس أفقنا أثوابا، نسجي الصلاة على النبي نداؤها إن ضج هم ممطر أو صابا. يا رب صل على النبي دعاؤها نرجو به عند الكريم ثوابا. فاغتنموا من بركات هذه الليلة وشرفها وأجرها بكثرة الصلاة على نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم، ويحبوكم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيا رب صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد الحصى والثرى، صل عليه عدد نجوم السماء، صل يا رب عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه حبا يملأ قلوبنا وشفاعة ندركها يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. وارزقنا يا رب بالصلاة والسلام عليه اتباعا لسنته وتمسكا بهديه وعلما بشريعتك يا حي يا قيوم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.